السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في خبر جديد من أخبار قناة عبير عامر. فيا ريت الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان كل الأخبار الجديدة تسمعوها أول بأول إن شاء الله. لقى شخص مصرعه وهو قائد سيارة ملاكي بعدما صدموا قطار بالكيلو 41 بطريق الواحات الصحراوي بمدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل الجثة لمستشفى الشيخ زايد. تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بوقوع حادث تصادم قطر بسيارة ملاكي بالكيلو 41 بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف. وبالفحص تبين اصطدام قطار السويس المتجه إلى الواحات بسيارة ملاكي، مما تسبب في مصرع قائد السيارة، وتم نقل الجثة لمستشفى الشيخ زايد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض عن النيابة المباشرة للتحقيقات. أكيد كان صاحب السيارة دوت بيعدي من مكان يعني غير مصرح بيه، يعني بيعدي غلط، فالقطر جاء اكيد وخبطه. فلازم ننتبه يا جماعه واحنا سايقين عربياتنا، احنا ما نعديش بالطريقه الخطا ونستسهل ونعدي كده هوت في مكان مثلا جاي فيه اتوبيس، جاي فيه قطر مش مخصص يعني اللي احنا نعدي فيه. ربنا يستر ان شاء الله.